على مساحة صغيرة وفي موقع سياحي مطل على البحر يقع كانسادو، الحي العمالي المنفرد بمجاله الحضري والسياحي. يتميز هذا الحي بنمط معماري سياحي فريد، ويتوفر على شبكة طرق حضرية تم تشييدها في معظم الشوارع تقريبا، إضافة إلى الأسواق والفنادق السياحية، مما منحه مظهرا خارجيا يتماشى مع خصوصية الموقع. هذه البلدة قطعا ما ليش أحد ما لاحظ الفرق الشاسع بينها هي وبين أنحاء المناطق الأخرى اللي في وطننا العزيز موريتانيا، اللي ما تميز به من مناظر سياحية خلابة، كيف البنايات اللي فريدة من نوعها ما شاء الله، وثاني شيء بإطلالتها المتميزة على شواطئ المحيط الأطلسي. حي كانسادو هو أشبه بلاصة استراتيجية بعد من حيث السياحة في مدينة نواريب. أولا مناخه زين ومناظره ملي زين، كي حد جاي يسوح وأشبه بلاصة بمناظر زينة لو تلات ولا حاشية البحر، ومدينة بعد سياحية. يوفر هذا الحي لسكانه فضاءات سياحية للراحة والاستجمام، عادة ما تشهد إقبالا كبيرا خلال ساعات المساء، ويستقبل الشاطئ كذلك جمهوره من عشاق المناظر الطبيعية في مشهد يتم توثيقه وتقاسمه مع الأحبة والأصدقاء، كسرا لهدوء الحي ورتابة العمل اليومي. المدينة اللي تم فيها ركتها مدينة كانسادو، أصلا تويز كان هو مدينة سياحية، إلى ركتها ما زال مدينة سياحية. أصلا كانت في بليدة ينقالها بارك النيكو، بل حديقة الحيوانات، وفيه ملعب هنا تشاه للأطفال وملعب للرجال، وفيه كرة الحديدية وفيه مدرسات. مدينة كانسادو هذه مدينة مريحة، وأهلها عايشين حياة مريحة بها، اللي مدينة دشرة زاد ما فيها صخب ونظيفة هي ومونك، وحد سكنها سكن مدينة يقدر يستراح فيها، و يالت المدن بلايص الاخرين موريتانيا استفادوا منها ويجوا خرصوها. ورغم عراقته الممتدة عبر تاريخه وما يتوفر عليه من منشآت ونقاط سياحية، إلا أنه يحتاج بنية تحتية حقيقية في مجالات السياحة والإعمار حتى يستعيد ألقه السياحي حسب الكثيرين. على مدى سنوات عديدة شكل هذا الحي الصغير قبلة مفضلة للسكان المحليين الباحثين عن الراحة والاستجمام، وموطنا للعمالة الوطنية والأجنبية في العاصمة الاقتصادية نواديبو، نظرا لما يتمتع به من مميزات وخصائص انفرد بها عن باقي أحياء المدينة. عبد الودود السدنة، الموريتانية، من حي كانسادو، مدينة نواديبو.